ونتابع ردود أفعال الشارع اليمني على توقيع المبادرة الخليجية. نحن نقول هنا كشباب الثورة، دم الشهداء لن يكون قصر عبور لأي شخص من المعارضة، سواء كان بالاتفاقية أو وقع مع علي صالح. لن نتراجع ولن نخون دماء الشهداء التي راحت في القاع وفي كل مناطق اليمن. أننا صامدون صامدون، وسنحاكم علي عفاش وكل نظامه الذين سفكوا دماء اليمنيين. ندعو شباب الثورة في أنحاء الجمهورية للتصعيد الثوري كي نحقق أهدافنا كاملة كشباب الثورة، ولا ننسى دماء شهدائنا ولا ننسى الجرحى. هذا ما نريد، أن تحقيق أهدافنا فقط. أما أن احنا سنكتفي بهذه التوقيع لا يمكن. في هذه اللحظة نحن نبارك للمعارضة ونقول لهم مبروك، لقد حققتم غرضكم الذي كنتم تبحثون عنه طوال 10 أشهر. لكن ما يحدث الآن حتى لا يفهم الأمر بشكل خاطئ، هذا ليس احتفال بالتوقيع، هذا تأكيد على أن مطالب الثورة هي محاكمة القتلة وليس التوقيع على المبادرة. توقيع المبادرة كان ليس إلا حل الأزمة السياسية ولم يكن حل للثورة اليمنية، فثورتنا اليمنية إن شاء الله مستمرة إلى أن تحقق أهدافها. وعلي عبد الله صالح قد حكم على نفسه بالفناء، هو وذريته، بسبب الجرائم الذي يعني أقدم عليها هو ونظامه وزمرته ضد الشعب اليمني تحت ورقة الثار، وإن شاء الله ثورتنا ستنتصر. وقع على المبادرة الخليجية، لكن دم الشهداء ودم يعني ومطالب الثوار يعني ما زالوا إيش واقفين وثابتين في ساحاتهم حتى تتحقق إيش كل مطالبهم.